يعني. اه الحمد لله الحمد لله. ايه اللي انت مستنيه من التجربه دي؟ طموحك ايه؟ انت 25 سنه اعتقد دلوقتي يا خليل. 25 سنه يا كابتن، انا والله حظي وحش في الكوره اصلا، ليه بقى؟ يعني جات لي كذا في زيورخ، رحت زيورخ ورحت روما ورحت افسي لوجانو في سويسرا برضو. كان عندي مشكله في موضوع ان انا ما لعبتش دوري ممتاز في مصر. يعني انت لما بتروح تلعب في الانديه في الدوريات الكبيره زي الدوري السويسري ده، تصريح لازم يبقى العمل. انت لازم تصريح عمل، ولازم يبقى تبقى مشارك مع المنتخب مصر، ولازم تبقى مشارك مع فرقتك بنسبه 70% زي الدوري الانجليزي كده والحاجات دي. فانا ما كنت جاي من ناشئين، طلعت على طول بعد كاس الامم على زيورخ، كاس الامم الافريقيه 2017 مع كابتن معتمد جمال. وبعد كده رحت، طبعا حصل لي مشاكل في تصريح العمل، فاضطريت ارجع تاني مصر. فطبعا لما رجعت النادي كله طبعا كان قالب عليا والدنيا كانت بايظه، لان انا سبت النادي ومشيت من غير ما اقول لحد. وبعد كده رحت راجع تاني، يعني كذا حاجه باظت معايا، كنت رايح الاتحاد، كنت رايح سموحه، مع طب تعالى الموضوع ما نمسك كملش. خطوة خطوة بس الأول، أنت ليه مشيت من الزمالك من غير ما تقول لحد؟ والله يا كابتن انا كنت ماشي مع وكيل، انا برضه كنت عيل صغير، كنا عندي 16 ولا 17 سنه، ما كنتش فاهم حاجه. فلما طلعت على روما الاول، روما كان عندي 17 سنه، الناس كانت طايره بيا. وبعد كده 17 سنه عرفت ان انا ما ينفعش امضي عقد احترافي الا لما يكون عندي 18 سنه. استنيت، رجعت تاني النادي، كان مع كابتن ميدو ساعتها، كان مدير قطاع الناشئين، ميدو قال كان عليك بيه انك لاعب مهاري جدا ومستقبلك كتير، لكن طلباتك المالية كبيرة زيادة عن اللزوم. ما انا ساعتها كنت بعمل اي حاجه عشان اهرب، كنت عايز افلت من النادي او باي طريقه، كنت عايز امشي. كان جاي لي الدوري دي بعد كاس الامم، كان كابتن ميدو هو اللي مساعدني معاه في الدوري في الدرجه الاولى. اول ما جه مسك، انت من قطاع الناشئين كان مسك الدرجه الاولى، فهو اللي كان واخدني، فكان بيحبني جدا يعني، والامور كانت ماشيه كويس. انا دماغي كان الوكاله كان واكله دماغي ساعتها، انا كنت صغير ما كنتش فاهم حاجه برضه. فاهم. ومين مين اللي في الزمالك كان بيساعدك؟ يعني كان بيحاول يهديك، يحاول يرسم لك طريق تمشي فيه في الزمالك؟ كان ساعتها كابتن سعيد الجدايه، طبعا كان هو اللي جايبني من كابتن احمد صالح، وكابتن ميدو طبعا قعد معايا كذا مره كذا مره يعني. ده كان لسه يوسف اوباما ما لعبش حتى ساعتها، كان عايز يلعبني انا ساعتها ماتش الكاس، نهائي الكاس، قعد يقول لي بتاع ميدو سموحة؟ جامد، بتاع سموحه اللي حازم امام جاب فيه الجون 1-0 ده. بس ساعتها طبعا رحت سايب الاوضه من هنا ورحت مشيت، ما رجعتش تاني النادي ده بعد بقى لما رحت.